الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، يعني إن شاء الله تعالى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحقرنا إسان بان سكودي إيانا ندن حصوصيه الأسوة الحسنة كد يشد في عن والصواد في اللغة والقدوة الاتساء الاقتداء حسنة يسياب ونغطى، لكن بن آدم كبير هذان نلوشي سكما مارما عيدو كضايدو بن آدم كنلوشي سعيدو كضايدو وهرمودو نغطى كما مارما وحنا يرغل بفكو إلى هذا رول موديل سومالي دون وحيت إلى هذا بن آدم كواين دكو قراد لي يعني قرادكو قرشادو إنه هيك يجر تابي إلى هذا بن آدم وحو أركو أيو إنت بضن وكو ضيدا مدام بن آدم كوانو كم مار منكو ضيشادا آدم يحاو مركي إلا أبو ري إن آدم كهو الرئيي ويكود ديدان مجره بشر إياه كهو الرئيي ويكود ديدان إياه مجره ضروري نوى يوتي بن آدم كعيد وكود ديدان هلو إلهي سبحانه وتعالى إياه أبو التجربة سيئة مركة إياه جنة لقيهي إبا تلقيت كاها عونينا ليلي تجربة بارب السيئي وهي واحد كبير نساء مركو هرب إلهي ملائكة مركو إعلان كالسيني وحال لاشياء وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة للك إنو مركو هرب الله أبو رالة المامية إني جاعل في الأرض للك واحد كي يلي دونابا إلهي إلهي خليفة لكن إنت أن للك اللي كينين وحال لكي يجنو لغتها وبره ووح ممنوع الله تلمامي تجربة ذا سمركي وقالي كذب أي إلهي سبحانه وتعالى أدونك كامي إساقا مركات تصالي سوءة بحي سوءة بصدي ذاتك إنه قررنا إنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام فضي بضن وأمو ضن حدنا إلهي أنتو قرآنك وغور رمي الرسول بضن يا أنبياء بضن يا وحي يدتك وذاك على قبصدي يا دعوة يا دين توحي لصومرين أي في سورة الأنعام دور يتبنى بي أنت إلهي كور رمي أي وحي لأولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده با إلهي دور يتبنى بي مركا الله كور رمي أي إلهي وحي لأولئك الذين هدى الله قوى الله قاقا ورمي وقوى ربي هنوني ايشت كيسا وقوى هنوني هدب فبهداهم اقتده با الهي ايقا هنون كودي ايشت كودا قد ايو ايقا هنون كودي ايشت كودي قد ايو ساو قال غلمات وحيد هدان اصوض اما اقتداغ وحاوبا هاي وحاكم ده مثال حي تصال النول ودرجات الكمال قارين حلو ونفتيس كأبورطة إعجابية تقديرية محبة إن أدوح قد يتوح قهر رأي إن أدقو قناعضه إن وحن كلو ينادو إن أتشعلاته فاسا سببته إن القد يدو عالم خير ما أنت تشوقنا واركتين نجوم بلو سمي وحر الى ستارس ضد بيو سميين اللي يردو مركي اركان وي اويان
farxad daraadeed dabeetana waa ku dayanayaan, waayo agtooda mucjabiin bay ku yihiin, way la weynyihiin. Marka hadduu dhafoorka xiirtana dhafoorka la xiran, hadduu mara karkaran qaato mara karkaran baa la qaadan. Wixii uu sameeyaba wax qurux leh u muuqdaan, waayo mucjabun bihi weeyaan. Haddaanu muxibun lahu baa ahayn, haddaanu mid jecel baa ahayn. Qudwada xasanka ahi markaas inay bashar noqoto, waxa kaloo looga baahan yahay inaad ku qanacdid wax lagu dayan kara inuu yahay. Qur-aanka in badan marka rususha ilaahay ka warramayo waxyaabahay ku eedaynayaan waxaa ka mid a gaaladu bashar baa tahay. Subxaanallah, muxuu nebigu tilmaamayo hal kuntu ilaa basharan rasuula, oo miyaan ahay bashar rasuula mooyaane. Haddii malaa'ig la soo diri lahaa waxaynu odhan lahayn laguma dayanayo, de isagu waa malag, awoodo dheeraad uu leeyahay, kan buu leeyahay, kan buu leeyahay. Laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo doortay rusul in laynoo soo diro bini aadama. Ilaahay waa awooday kitaab qura in lasoo diro, layna fahamsiiyo, laakiin kama maaranno qudwa, kama maaranno cidaynu ku dayanno. Sidaa awgeed baa ilaahay isagoo inoo naxariisanayo wuxuu soo raaciyey kutub qura ma soo dejina, rusul buu keenay, kutubta loo soo dhiibay. Rusushaasi waxay noqonayaan waa kitaabkii oo xayiya, kitaabku wuxuu sheegayay oo nool oo dhexdaada socda isu uu noqdo. Idan inuu noqdo wax aad ku qanici karto, kow, oo ku cajab gelin kara, laba, inuu noqdo inaad rumaysato inay suurtagal tahay inaad ku dayato, oo isba uu bini aadam yahay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam nolosha bini aadamku mar oo dhan buu maray, agoonnimo, rajaynimo, in waddankiisii laga saaro, colaad, dagaal, nabad, madaxnimo, waxa bini aadamu dareemo dhan noloshiisa haddaad daraasayso waad ka dhex arkaysaa. Waayo waxaa loogu talagalay inaynu ku dayanno uu noqdo tusaale. Noloshiisa qaybo mucjizaad iyo tashriif waa ku jiraan. Masalan, laba tusaale oo basiidan ku siin. Ilaahi subxaanahu wa tacaala nebiga wuu dheelmiyey, makaa laga kaxeeyey, dabeetana Baytul Maqdis baa la geeyey. Baytul Maqdis baa laga dheelmiyey ila samaawaati lcula, waxay ahayd tashriif iyo takriim iyo tasliya lirasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam. Waxay culammadu yidhaahdaan tashriic may ahayn, may ahayn wax la rabay inaynu kaga dayanno. Sida awgeed ilaahay baa subxaanahu wa tacaala awooddiisa uu isticmaalay, dabeetana saasuu baxay. Ama tii la rabay inaynu kaga dayanee nolosha ay waa hijrada, meel balaayiin kilomitri sana iyo trillions aynu ku sheegi karnana habeen buu ku tago ku soo noqday. Markaa laga dhuftay, waxaa la geeyey meel bil loo socdo Baytul Maqdisa, waa laga qaaday, cirkaa la qabadsiiyey, meel aan wax bini aadam oo gaadha ama makhluuq gaadhaaba aanu jirin baa la gaadhsiiyey. Taasi waxay idi ilaahay awooddiisa wax lagaga dayan karana maahayn. Ama markii la rabay tashriica, meel 500 kilomitir ka yar buu 14 casho u socday, Maka iyo Madiina dhexdooda, oo uu dhuumanayo, buuragalayo, godadgalayo, xeeb marayo, xaggan u baxayo. Maxaa loogu talagalay tani? Tashriic bay ahay inaan wax kaga dayan karno. Qodobka marka saddexaad ee ay yidhaahdaan qudwada ama iqtidaaga ama uswada way u baahan tahay, waxa weeyaan cidda lagu dayanayo in la hayo daqaa'iqu umuuri, noloshiisoo dhan in la hayo. Nabiyullaahi Muxammed calayhi salaatu wasalaam taariikhda bini aadamka ee hadda la hayo waa qofka ugu badan ee noloshiisu ay qorantahay, maca kuwa nool ku dar, oo qofka ugu badan ee noloshiisu habeen walba meeshuu seexday ama meeshuu istaagay ama wuxuu qabtay ama ciduu la hadlay la rekoord gareeyey siiba 22-kii sannadood ee risaalada. Xataa musqusha markuu galo wuxuu samayn jiray rekoordhii la hayo. Duu musqusha galaya labadaa dinkii u horreysiin jiray, gacmihiisa teebuu isticmaali jiray, biyaha keebuu ku qabsan jiray, markuu ka soo baxo siduu gacmihiisa u maydhi, musqul siduu isticmaalaya ayaa
recorded ah ayaa la hayaa noloshiisii kale ka kaalay dadka siduu ula dhaqmay ama ula tacaamulay ama wax u maamulay ama u hoggaamiyay ama u dagaalamay noloshiisii oo dhan baa la hayaa. Qofku cidda uu ku dayanayana inta badan noloshiisa wuu wada fiirsadaa, wax khuseeya waxaan khuseynima. Haddaba ilaahay subxaana wa tacaala markii layna rabay innaga in laynoo sameeyo qudwa uswa, qur-aanku saddex meelood buu ereygaasi ku isticmaalay. Laba meelood nebi ibraahim baa lagu isticmaalay, meelna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Nebi ibraahim ku dayda baa la yidhi hal waxa mooyaane istikfaaru ibraahima liabii, taas ka reeb baa la yidhi, wixii kale kaga dayda. Nabiyullaahi Muxamed sida ilaahay markuu ka warramay waxaa la yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira wa dakara allaha kaiira. Laqad kaana lakum xarfu taxqiiq iyo laamu lqasr waxa idinku sugan baa ilaahay leeyay rasuulka nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam. Fii rasuuli illaahi bay culammadu yidhaahdaan waa darfi tilmaamaya nebiga dhammaantii. Waxaad ku dayataa nebiga oo dhan siduu hadlayay, siduu dhaqmayay, siduu wax u maamulayay, siduu soconayay, siduu wax u arkayay, siduu wax u maqlayay. Fii rasuuli illaah, ilaahay rasuulkiisa waxa idinku sugan baa la yidhi uswatun xasana, ku dayasho fiican. Idan nebiga calayhi salaatu wasalaam fii acdaa'ihi kulliha, hadday tahay carabkiisa, hadday tahay ishiisa, hadday tahay gacantiisa, hadday tahay noloshiisa oo dhan, waxaa idinku sugan baa ilaahay leeyay uswatun xasana. Aayadda tan inta badan casriga dambe markaad maqalo waxaa laga yaabaa marka masaa'ilka sunanka iyo waxaa laga hadlay in had iyo goor la dalishado laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. Laakiin aayaddani waxay ku jirtaa fii suurati alxasaab, waxay ku jirtaa suurad ka warramaysa dagaaladii ugu adkaa ee nebi Muxamed galay calayhi salaatu wasalaam. Sala aad u adag oo muslimiinta la gilgilay oo dad oo dhammay isu soo urursadeen. Xasaabba waxaa loogu bixiyey waa huwan baa isugu timi dad isu urursaday gaashaan buur yuhuud leh oo quraysh leh oo carab kale leh oo acraab leh oo cid walba leh ayaa isu urursatay. Dagaal bay nebi Muxamed ku qaadeen calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii. Waxaa loogu talagalay istisaal, in la cidhib gooyo muslimka, magaalada yare Madiinana la qabsado, waa khandaqi wakii nebigu godka qotay, magaalada ku wareejiyey, diinta ku sugmay. Ilaahay qur-aanku ku tilmaamaya zilzaal inuu ku dhacay dadka muslimiinta. Haddaba waxaa la leeyahay ilaahay rasuulkiisa waxa idinku sugan uswa xasana, ku dayasho fiican, siduu u sabray, siduu gaal isaga dhiciyey, siduu u jihaatamay, siduu ilaahay farajkiisa ugu kalsoonaaday, sida uu diintiisa u xejistay. Nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisa dhan markaa dadka muslimiinta qudwa ugu sugan. Ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan aliqtidaa'u birrasuuli sala allahu calayhi wa alihi wasalam أمر مضطرد وعام في كل الوجوه وأرن وجهك السنة كصافصا نلشو دنة كدريرتا ميل لي هاي هل كان نبيك كهرا أو وحكا لكو دايدا ما شفتو ميل لي هاي ميشا مو يعني انت كلا نبيك كهرا دايدا إنك انت بدن مسكح دين محاكا قوحيسا نبيك إنه عبادة دايو ilaahay saynu rumaynayna iyo xaqaa kaga dayano. Ama muslimka maanta jooga, haddii siyaasada lasoo qaado, haddii dhaqaale lasoo qaado, haddii ijtimaac lasoo qaado, haddii nolosha adduunye maamulkeed wax ka mid ah haddii lasoo qaado, cid xusaysa nebi Muxamed waa iska yartay. Baab kalaa furmaya, wax kalaa laga warramaya, cid kalaa qudwo ah. Waddan hebel baa horumarayo saasuu yaalay, waddan kalaa fiicnaadayo saanbuu yaalay, meel kale ka baxdo saanbuu yaalay, cid kalaa tusaaluhu markaa noqonaya. Innaga waxaad mudda tusaalaha inuu nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam, weliba inta dadaalaysa
sidoo tukan jiray ama u soomi jiray dhigta waa la wada raarcinaya laakiin culimadu waxay leeyihiin al-iqtida'u bi rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam amrun muttaridun wa caamun fi kulli alwujuh marka nabiga waxaa lagaga dayanayaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay noloshu soo mariyo dhan sawj buu noqday oo aabbuu noqday oo qaa'idu mad hogaamiyuu noqday oo qaadi buu noqday oo imaam buu ummadda u noqday oo mucallim buu noqday oo xaakim wax maamuluu noqday oo taajir baac mushtara buu noqday insaan kaamila fii kulli alwujuuh dhan kastoo bini aadam laga qiimeeyo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxbuu ka sameeyey ولذلك بقارا فرما السنين ورر قلبيت أما الركبة أنا وحقرا ما في لصف رسا يا وحي قيرا يعني أنه يا أعظم شخصية في التاريخ قفك بني آدم كووو ينادو ندى صوام ريوم يهي وح بني آدم وكوكو ليستان وكوكو ليسنين أنا يشيرين إلهي سبحانه وتعالى نبقى وحينا وقلت المامية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما نصادنا إلا إيادوك إنا نقوق نحريس أنه أنا الرحمة المهداة نحريس حق ألا اللي دي كسو هدية يبا رحيبون بقولي إلهي نحريس ويدين صادري ويدين سو هدية يبا نحي آدم هو عادي يبا نولي عدة وين عظمة وحكله حتى أن رش عادي dadku way weynayaan qofka wax ku caanbaxa imika yararka kubadda cayaaree dunida kooda sida fiican wax u cayaara iyadoo wuxuuba itay caag la neefeeyo laba birood la dhex marinayo waa nolosha qiimo ku lahayn haddana maadaama uu kuwa bahasha tuuro oo dhan uu u koreeya ama u mudan yahay dadka agtooda wuu ku weyn yahay maxaad u malaynaysaa qofka noloshoo dhan ku boodan nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhii yahannada iyo dadka adduunka wax qoroo dhama waxa uga markhaati kacayaan unu noloshoo dhan insaan kaamila ku yihi insaaniyadu bini aadamnimadu inay isaga ku dhammaatay ilaahayna dee qur-aankiisa uga markhaati kaca bay dhaqan iyo akhlaaq tahay wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxaad tahay mid dhaqan fiican leh jumla ismiya adawaatu tawkiid ku dhan tahay أي إلهي كنت المامية وإنك لا على خلق عظيم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وإن تطيعوه تهتدوا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورانت رب ذنب إلهي وحبينوات المامية النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدنانتي سيردي سنصدو كليت المامي صح الصحابة رقي قيسية هباله markay nagu adkaato isagaanu ku gaban jirnay waa goob dagaal marka la joogo hadday siyaasad tahay fi taariikh meel laba dowladooda waaweyni ka jiraan oo carab inta u nicmada leh ay hogaansadaan shaam iyo intaasoo dhan dowla romaaniya bay hoos joogtay ciraaq iyo raafideynka labadan wabi iyo intan oo dhammi ee beershiyada la sheegaabaabay ahayd yeman iyo intar oo dhan beershiya iyo xabashaa kala qabsanayo xukumayay xabashiya romaniska wakiila iyo beershiya kale isku haystay oo qalbamida qabsanayay inta yare dhexee saxaaraana fawda lama degaana bay ahayd meel fawda ah oo ninkii seeftiisu xoog badan tahay uun habeen iyo maalinba dagaalku taagaya bay ahayd meesha caynkaasiya ayuu dowladdii dunida ugu xadaara weynay ka abuuray حكم أبور نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إساقا الرجال كيسا تربية استوصا كان صدي كل يسعى أبو يمي كاسو دات صوصا ما كاسو هشيس يقالي بيعة العقبة الأولى والثانية استاسا يكو قوين تاي دولة دي إسلامي قاي كاسو هقامي مقالة دولة لقرد ساي أبر يهودي هي أبر منافقين هي وبدا عرب ريرمي هي مشركين يهين وبدا مسلمين يهين بو هدنا هوغان كا ولا غلط دك عين كاسيا الخليط كاسيا ايو هوغامي و امام ودا نوقدي الى اي دوله دا وين الدنيا دا كاديت اذا
سياسيا وقولست او دقالها وقولست او بلشها وقولست او وحا بن ادم كمانتا وكور رما اوردن هرمود بكوها الهينا وحين لي سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وحيد كسوغا ألا الرسول كيسا كدا يشفي عن يدو إلهي نطل ما من نبي محمد بن حريسي يدو الله نطل ما من لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حيدي مبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى رسول عزيز عليه ما عنتم نبتين أي سقى مشكلتك طاي إن مشاكل بيد سو قالوا قف إيدين حريصنا يو إيدين كدم قنية ونغلش إن وناك يا ضربة شتكي سهدا مرتان إلهي ما وحينا لي وهنون إسا وإن تطيعوه تهتدوا هدا أطيع دانا قضيتان وهنون إسا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي أيها الأحبة كود يشاد مركا وكود يشفي عني كود يش سيئة بين غطا كود يشاد سيئة يطفي عما إلهي سورة دين مال والبأخر نبو ينوات المام قرآن قد تاريخ دي بشرية دور نبو ينوغا والرمية رسول بوكا والرمية دطحن بوكا والرمية أقوام وحمان تالغا بوكا يدوني دي كي يري يوردن با إلهي قرآن كينوغا والرمية ما أنت قوم لوط يدد لي تيدد نوع أنا لقوا الرمية إلهي ما قرآن كيسا كقوا الرمية نوع عاسس يدي هاي نوع قوة الشركة يسقف ولا إلهي قرآن كقوا الرمية وتأتي في ناديكم المنكر با إلهي كنت المامية ما حمل لقو السمين هي وملوط من لقو السمين هي قرية هي ما يلها ما وفي النوادي يا إلهي قرآن كيسا كنت المامية إذن هو نقل كحو ماضي كو سياسة كحماتي كو نقالة كحماتي كو حنا إلهي تسأله دي وكسي سياد غوي عطا تسألها عن كو في عن صالحين يا أولياء يا أنبياء يا رسول أنا تسأله دي إلهي قرآن كو قتل ما سورة اللي نيري مال والبكت كدنا صدح دا ودي ابن آدم كمربا إلهي كسو قومي صدح طريق مباشرة وابن آدم كمري كرا طريق أفراد مجرى بيّر هذا العلماء مدوا قال إن لا يكون ضيدا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو صراط الذين أنعمت عليهم شدك كوي أظن نعم يسعي خير دعاء سنة الناس لا تكترن إلهي وحي نكبر ينا إنو إن مريه شدك كوي إلهي النعمة حكو حيغة غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبكو حد إن كود ضيتنا إلهي بكم جنجليسة المغضوب عليهم كو ربي وعروضي كو ربي وعروضي علماء واحدة أستانت ودوح ويان حق ويفهم سينا وأم وغضا لكن دنك ليلي مالك لا يردي داد بدن باكرة تاريخ وكو الرميسو وقرتي وحوين حقية هي هذا ندين عمري مثلا نبي عليه الصلاة والسلام وختيسي حديث البخاري وكا ورمي انين هرق اللورنجري او بقرها او دبتنا نمن عربيد انترفيو كقاضي مركو النبي ودرى وراغضة عليه الصلاة والسلام ودور يتبا سؤالو دويديي او يو حق قودي انو نبي محمد نبي يهي او اسكود ديي بقرتو يضا وهيستسو ولا شادو انو ودا دادي انتي ميشا هيستي فكرة دا وصو بندقو او مركي كقايليين البابا دا بابين يقول اسكا فريستا ايدكم باني دين ايكي يساد دين تين اوهي ستاني يعني مثلا هذه كرسيقة سياسيقة انو حيشستو كدور بضي انو نبي محمد رعاه عليه الصلاة والسلام انو نبي محمد رعاه وحو كدور بضي كرسيقة انو حيشتو عيد كستا او استان تالي فصرين انت بدان وحيدادان وهي يهود وهي يهود الى قرآن كوحكوت الماما يعرفونه كما يعرفونه أبناءه وحي النبي قام دي تو قرنيا سيدا يعرفتو تو قرنيا مركا قرش الآن ما يهين با إلهي لي اي وحو إيان إن دا اسمر إن دين عمران وحالا مدى قال بدنو ما انت جوكتا
oo og inuu islaamku xaq yahay oo u muuqato laakiin masaalix kale iyagu waxay moodayaan ilaashanayo saa daraaddeed uga weecday kuwaas waa qaar kuwa labaad ee ilaahay laga magan galayna waa waladaaliin waa kuwa ambadka ah kuwa ambadka ah isagu marka horeba xaqa ma fahmine cidluu dardari meel cidluu ordaya أصوح حسنة مركا الأنبياء والرسل وقادة البشرية ومده كان كذا الرسم جاء قوسا حنوبه هني مركا نلشي أن وحكة ستوك كم دين ويدين الرسول شو حاجة مرت إن إنه دراسينا نلشي الرسول شا كنا دقاليها كينو دراسيو كنا سياسيين دراسيو كنا قانونيها كينو دراسيو كان علوم الاجتماع كتخصصين ودراسيه كان علوم الإدارة كتخصصين ودراسيه إن إنه الدراسين وحيد دين تين وين وقش يكتي يدك صالحين تها سدي وحكنا قلة دوني دو أجب معها أحسب بدل إنه مشينا إن هذا من تاريخ السويس كصار نقطة إذا وحى دبعة ما لهم البين التضبيط طبعاً جير إلهي كبر يدوينه طريقة كمريه مركا هذا الباب كم بحضنا يلقوه كري وايو وكتاب كلا نصاب حضه هي مورالس كلا هي ضد كلا هي عد كلا أتقول ضيام شو إن هذا نصاب حضه يريد ما أنت يريد شغنا وأنبض وهي أنبض كتا هاي وحي ويدة وحي يكون ضيام لحي ده بيتنا ويسيل وما يصح ما أنت فلسفة ده وعاسين يريد أن يلا وفلسفة العدمية نيليسم كو حيد هذا اما فلسفه العبثيه وضد لين نولوشو ومينينغلس معنى ماله وطالا نسا وضد ما نسا لفر نولوشو ده بمعنى وصمي ميسو هي ان دقال الرادي نسو انت دقالك الاحرادي نسا كي نولوشو بن ادم كا ادي لغو دينا يمركي لونطي هي وحستلا أنت وحيليهين every 40 seconds قف باستيلا suicide سمايا أنت وقب بدن نوان ما كان لعك تحسنا توقب بدننا وقال هذا الذين دوني ده هرو مرتاي دوني ده هرو مرين حيث دليا دوني ده هرو مرتاي